يعتبر نخيل التمر جزءاً مهماً من الثروة الزراعية في الشرق الأوسط، لكن أشجارها تتعرض اليوم للتهديد من قبل سوسة النخيل الحمراء. الآن أصبحت حماية أشجار النخيل من هذا الخطر ممكنة باستخدام تقنية الحقن المجهري من سنجنتا. يعتبر سنجنتا لرعاية الأشجار حلاً متكاملاً للسيطرة على انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء، وهو يقوم بذلك عن طريق استخدام تقنية الحقن المجهري التي قمنا بتطويرها وتسجيل براءة اختراعها بعد سنوات من البحث والتطوير. استخدام مبيد أريتور بتقنية الحقن المجهري يؤمن حلاً متخصصاً بدون تلوث، آمن، ذا جدوى اقتصادية، ويعتمد عليه لتجنب أضرار سوسة النخيل الحمراء. وتتكون تقنية الحقن المجهري من سنجنتا من المبيد أريتور وجهاز سنجنتا للحقن المجهري وتطبيق رعاية الأشجار للهواتف المحمولة. أريتور مبيد على هيئة معلق مجهري يحتوي على المادة الفعالة إمامكتين بنزوات والمستخلصة من مادة طبيعية المصدر. صمم جهاز سنجنتا للحقن المجهري لحقن جرعة محددة من مبيد أريتور عبر نظام مغلق، وهو جهاز رقمي سهل الاستخدام، محمول، قابل للشحن، ويمكن نقله بسهولة تامة. وقد تمت معايرة الجهاز بشكل إلكتروني لضمان حقن الجرعة الصحيحة في كل استخدام. تطبيق الهواتف المحمولة من سنجنتا لرعاية الأشجار هو وسيلة إدخال وتسجيل بيانات الحقن بسهولة ودقة. التطبيق يساعد الفنيين والإداريين ببناء قاعدة بيانات خاصة بهم للأشجار التي تمت معاملتها. كيفية تطبيق الحقن المجهري من سنجنتا؟ قبل البدء، تأكد من استخدام وسائل الحماية الشخصية: الملابس الواقية، حذاء مطاطي، قناع وواقي الوجه، قفازات مطاطية. قم بتشغيل الجهاز واختيار وضعية حقن النخيل. يمكن حمل جهاز سنجنتا للحقن المجهري بسهولة بواسطة حامل خاص سهل التجميع، أو يمكن تثبيته بحزام يتم ارتداؤه من قبل الفني المسؤول عن الحقن. الطريقتان مصممتان لضمان أمان وسهولة استخدام تقنية الحقن المجهري. للبدء بعملية الحقن المجهري، قم بحفر 4 ثقوب متقابلة، كل منها بزاوية ميلان 20 درجة. استخدم ريشة مثقاب بقطر 6 مليمترات وبعمق حفر لا يتجاوز ثلث قطر جذع النخلة. نظراً لصغر حجم الثقوب بعد الحفر، قد تتعذر رؤيتها في بعض الأحيان، لذلك ينصح باستخدام العلامات الخشبية المتوافرة في سنجنتا للحقن المجهري لإظهار هذه الثقوب. قم بحقن مبيد أريتور المركز بدون تخفيف في داخل كل ثقب بالجرعة الموصى بها. جهاز الحقن المجهري من سنجنتا معاير تلقائياً لحقن الجرعة المناسبة والتي تبقى ثابتة مع اختلاف عمر النخلة وحجمها وارتفاعها ومواعيد ريها. استخدم جهاز الحقن المجهري الخاص بسنجنتا فقط. قم بإغلاق فتحات الحقن باستخدام سدادات سنجنتا الخشبية. يتحرك أريتور تدريجياً إلى الأعلى لتغطية الجذع بشكل كامل، مما يؤمن حماية شاملة لمدة 12 شهراً من سوسة النخيل الحمراء. بعد الانتهاء من عملية حقن كل شجرة، قم برفع تقرير المعاملة مباشرة على تطبيق سنجنتا للهواتف المحمولة الذي يساعد في تكوين قاعدة بيانات دقيقة وفعالة. للمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع سنجنتا لرعاية الأشجار على شبكة الإنترنت www.syngenta-treecare.com.